قبل السادس من شباط 2006 لم تعرف السياسة في لبنان مصطلح ورقة التفاهم، مصطلح أطلق على اتفاق أبرم بين حزب الله والتيار الوطني الحر. 10 سنوات مرت ثم جاءت ورقة معراب، اتفاق آخر يعقد بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. واليوم مرة أخرى تلوح في الأفق ورقة تفاهم يعد لها بين التيار نفسه وحركة أمل، فما سر تلك الأوراق التي في جعبة التيار البرتقالي؟ نحن بنؤمن بهالفلسفة إنه أن يكون هناك مكتوب، أن يكون هناك يعني مبادئ عامة بتتثبت وبتبقى هي يعني مرجعية أي تفاهم بينه، وبتحط الإطار والعنوان والعناوين لهذا التفاهم بين القوى السياسية. هي أقرب لعقد؟ ما قد يكون عقد سياسي بين الفريقين، ومش ضروري تتقي لحد العقد بالمعنى المفهوم الجامد وكأنه صار في ارتباط أو زواج مروني بيناتنا. لا، مش بالضروري هالقد، بس فيها تكون هي عملية أنه أنت حطيت إطار لتفاهمات بين فريقين عندهم كتير مشاكل كان أو عندهم كتير تناقضات بكتير مواضيع، وهيدي اللي عم فتش عليها هلأ مع حركة أمل بعد ما مرقت علاقتنا بطلعات ونزلات نحن وياهم. يعني على الرغم من التقارب بين تياري المستقبل والوطني الحر الذي أفضى إلى انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن التيار الأزرق لا يحبذ مثل تلك الاتفاقيات المكتوبة ما دامت مؤسسات الدولة قائمة، لا بل يفضل التفاهمات الجماعية على الثنائية. نحن ما بنشوف إلى حاجة، رأينا ما في إلى حاجة. هلأ هيدا رأي غيرنا، التيار الوطني الحر بيحبوا هيك، هذا أسلوب عائد لهم، نحن مش أسلوبنا. هن بيعتبروه أنه ناجح وأنه في نوع من الشطارة بمعنى المرونة، بمعنى مش نفس اللغة 100%، لأنه لو نفس اللغة 100% ما في حاجة يعملوا تفاهم ثنائي. نحن نحتكم إلى المؤسسات، يعني مجلس وزراء الكل موجودين، من عدا يمكن كتائب مجلس النواب الكل موجودين على الإطلاق، فكمان مجلس النواب هو محل الحوار. هيدي تفاهمات بين حزبين ما لها علاقة بالمؤسسات، حزبين سياسيين عم بيعملوا تفاهم سياسي بيناتهم، لا يتعارض هالشيء مع وجودهم ضمن المؤسسات، مش عم تحل محل المؤسسات. هي مجرد ما تقول انه هاللقاء بين الحزبين ما هو لقاء ظرفي، انه هذا لقاء قائم على حد أدنى من العناوين يلي هن بيلتزموا انه هودي قواسم مشتركة بيناتهم. ما في حاجة لاتفاقات ثنائية، لا، أنا بعتقد الحوارات الجماعية هي الأفضل، اللي هي اللي بتوصل. مشان هيك هلأ بالنسبة لقانون الانتخاب ما في شيء ثنائي عم بيصير بالمعنى الدائم، ممكن يلتقوا طرفين ويحكوا، بس مش كعملية مستمرة تستبعد الآخرين. لا، ليش بدنا نستبعد حدا؟ هي لعبة أفريقاء السياسة في لبنان، مكتوبة كانت أم شفهية، ثنائية أم جماعية، لا يهم، ما يهم هو انعكاسها على أحوال البلاد والعباد. نعيم برجاوي، قناة الجديد.